تعالوا بقى نشوف مين صاحب الكرنفال والفرحه دي كلها امبارح في استاد القاهره. مين امبارح اللاعب رقم واحد في مباراه الفاينل بين الاهلي والترجي؟ جماهير النادي الاهلي. امبارح جمهور النادي الاهلي عمل كل حاجه زي ما انتم شايفين، دخله تاريخيه بعنوان اذا حضر ملك اللعبه ينتهي دور المزيف. والنصر غاضب من الكلام الكتير، النصر زعلان من الكلام الكبير، ولكن في النهايه النصر كتب كلمه النهايه والفوز بالبطوله الافريقيه. امبارح جمهور النادي الاهلي زي ما احنا شايفين على الشاشه اهازيج واغاني وتشجيع من اول دقيقه. نسمع صوت الجمهور معانا واحنا بنتكلم على فكره والاغاني اللي بتتقال بالدم بالروح، افريقيا مش هتروح. هذا الكم الكبير امبارح في استاد القاهره الدولي، ما لا يقل عن 70,000 مشجع. يعني انا عايز اقول لكم تاثيرهم على فريق الترجي التونسي كان ظاهر جدا من اول دقيقه. شوفوا كره رامي ربيعه دخلت هدف ازاي. لاعب الترجي اللاعب التوجولي الكره خبطت في رجليه ما قدرش يبقى في توازن، خبطت في رجليه دخلت هدف في اول 3 دقائق، والترجي اخر 9 مباريات ما دخلش فيه اهداف. الناس دي الجماهير العظيمه دي هي صاحبه الفرح، الجماهير الكبيره دي هي صاحبة البطولة في المقام الأول. دايما بنقول وبنعيد الكورة للجماهير. جماهير النادي الأهلي مبروك ليكم وعليكم. النادي الأهلي بطل إفريقيا، البطولة الـ 12، وبإذن الله تبقى 9 في السوبر الإفريقي. دايما بتصادف 9 مع الزمالك، لكن لما نشوف 9 في السوبر مع الزمالك خلال الفترة اللي جاية. مبروك للأهلي وجماهيره.